السلام عليكم طلاب الصف الرابع، مادة اللغة العربية. نكمل التدريبات بوحدة من أجمل ما رأيت، صفحة 20. التدريب الأول: أضف حرفي ألف ونون إلى آخر كل كلمة فيما يأتي على نمط المثال المناسب. تحدثنا يا رابع عن المثنى، وقلنا أن المثنى هو اسم بدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. هنا المطلوب إضافة الألف والنون. مثال: جزيرة مفرد زائد ألف ونون جزيرتان تصبح مثنى تدل على اثنتين. مثال آخر: صحفي زائد ألف ونون صحفيان، صحفي مفرد ضفت لها ألف ونون أصبحت مثنى تدل على اثنين. والد مفرد والدان مثنى. كرة مفردة كرتان مثنى تدل على اثنتين. مدينة مفرد مدينتان تصبح مثنى مدينتان ألف ونون إضافة ألف ونون. مشجع مفرد مشجعان مثنى تدل على اثنين. التدريب الثاني: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الشكل المجاور ولاحظ حركة الفتحة على آخرها. ألف: عليك أن تصاحب الأخيار أو الأخيار عفوا. نلاحظ هنا يا رابع حرف النصب أن، وقد تحدثنا أن حروف النصب إذا دخلت على الفعل المضارع تغير الحركة من الضمة إلى الفتحة. نحن نعلم أن الفعل المضارع يكون مرفوع، لكن إذا دخلت أن وهي حرف من حروف النصب على الفعل المضارع يصبح منصوب، منصوب بالفتحة. لاحظ هنا فتحة لأنه سبق بأن، وأن حرف نصب. باء: على المرء أن يحافظ على بيئته. نلاحظ الحركة هنا فتحة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه سبق بأن، وأن حرف نصب. جيم: احرص على أن تقتصد في استعمال الماء. احرص على أن تقتصد في استعمال الماء. تقتصد، لاحظ هنا فعل مضارع منصوب. أن تنصح أخاك متأخرا خير من تركه على الخطأ، أيضا سبقت بأداة أو حرف نصب أن. التدريب الثالث: املأ الفراغ في كل جملة بما يكمل معناها من الكلمات المجاورة. ألف: رسم الفنان لوحة جميلة، لوحة جميلة. هذا قاعدة النعت أو الصفة، أطلقت على اللوحة صفة الجمال، إنها جميلة، جميلة. ب: يأتي المشجع إلى المكان المحدد من غير ازدحام، المحدد. جيم: حظيت المجتهدة بمنزلة عالية، بمنزلة عالية. دال: ساعد الابن الصالح والديه، الابن الصالح، الابن الصالح. التدريب 4: أعد كتابة كل جملة مما يأتي بعد وضع الكلمة المناسبة مما بين القوسين مكان الكلمة الملونة. هما، هي، هم، هن، هو. ما هذه يا رابع؟ هذه ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة للغائب. لمن؟ للغائب. ألف: سمية ترحب بالضيوف. أين الاسم الملون هنا؟ سمية، ماذا أضع مكان سمية؟ هي،
هي، أحسنتم، هي ترحب بالضيوف. ب: الفائزان استلما جائزة المركز الأول. أين الاسم الملون؟ الفائزان، ماذا أضع مكان الفائزان؟ بتدل على اثنين، هما استلما جائزة المركز الأول. جيم: الفتيات شاركن في مسابقة أوائل المطالعين. الاسم الملون الفتيات. ماذا أضع مكان الفتيات؟ هن، أحسنتم، هن شاركن في مسابقة أوائل المطالعين. دال: مهند يخبر أصدقائه عن غرائب البلدان. مهند، ماذا أضع مكان مهند؟ هو، أحسنتم، هو يخبر أصدقائه عن غرائب البلدان. ها: السكان يستخدمون الدراجات حرصاً على صحتهم وبيئتهم. السكان جمع، السكان جمع، ماذا أضع؟ هم، أحسنتم، هم يستخدمون الدراجات حرصاً على صحتهم وبيئتهم. نكمل يا رابع التدريب الأخير 5. صل العبارة بما يكمل معناها من الشكل المجاور ولاحظ حركة آخر الكلمتين الملونتين. تحدثنا يا رابع عن كان وأخواتها، وقلنا أن كان وأخواتها تدخل على أي جملة؟ الجملة الإسمية اللي بتتكون من المبتدأ والخبر. ماذا تفعل في الجملة يا رابع؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويصبح خبرها. إذا تغير حركة الخبر من الضمة إلى الفتحة أو تنوين الفتح. لنرى: ألف: كانت السماء صافية. كانت السماء، السماء اسم، كان مرفوع، لاحظ الحركة مرفوع، صافية خبر، كان منصوب، حكينا الخبر يصبح منصوب وليس مرفوع. ب: صار القطن ثوبا، صار القطن ثوبا. كان الوالد صحفيا، كان الوالد صحفيا. د: صار القمح خبزا، صار القمح خبزا. أرجو منكم أعزائي الطلبة أن تقوموا بنقل الإجابات على الكتاب، وشكرا جزيلا لكم.